خبر واجتماع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي كان تواجد فيه داخل وزارة الشباب والرياضة، اتكلموا فيه عن دور الأندية الكبيرة في أزمة كورونا اللي احنا موجودين فيها. زي ما شاء الكلام جه لقاء مثمر جدا ودار النقاش حول توقف النشاط الرياضي ودور الأندية الكبيرة في دعم الدولة وجهودها الواضحة على كافة المستويات للحفاظ على سلامة الوطنين لحين الخروج من الأزمة. ناقش كابتن محمود الخطيب مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المساهمة المجتمعية للأندية في رفع العبء عن العمالة في المؤسسات الرياضية بشكل خاص وفي المجتمع عامة في ظل الظروف الحالية التي تشهد كسادا اقتصاديا على مستوى العالم. واقترح الدكتور أشرف صبحي إقامة مباراة افتراضية للأهلي للمساهمة في الدور المجتمعي، ورحب رئيس النادي بدعم ومساندة كل ما تقوم به الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين خاصة العمالة اليومية، وأنه سوف يدرس الفكرة ويعمل على تنفيذها بعد العرض على مجلس إدارة النادي الأهلي. وفي ذات الجلسة أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالملف الإنشائي للنادي والذي عرضه الكابتن محمود الخطيب، وتضمن الثورة الإنشائية التي تشهدها فروع الأهلي الثلاثة الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، والتي تأتي بالتزامن مع التطوير الشامل بالقطاع الرياضي في مختلف الألعاب والأعمار السنية خاصة، وأن البنية التحتية الجديدة كان لها دور كبير في توسيع قاعدة لممارسة وتوفير معطيات النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية.